مرة من المرات جالي شاب كده واخد دبلوم وقال لي الكلام ده من 20 سنة، قال لي ممكن تديني عنوان سفارة فرنسا؟ قلت له ليه؟ الشاب ده من بلد صغير. قلت له ليه؟ قال لي أصل قريت في الجرايد مكتوب إن في مطعم في فرنسا، المطعم ده بيقدم الضفادع للأكل. الحمد لله صايمين. كويس؟ قلت له انت علاقتك ايه؟ قال احنا بلدنا فيها ضفادع كتير. المهم قعدنا ندور له على عنوان السفارة وراح الاخ هناك. شاب صغير ما كملش 20 سنة وهو هناك عمل ايه؟ قال لهم انا بعرف اجيب اصطاد الضفادع وممكن اصدر لكم اجيب لكم، بس قولوا لي ازاي. فالسفارة رسلت المطعم اللي بيقدم الحاجات دي وبعتوا له كده الشروط، ان في ضفادع 50 جرام وضفادع 60 جرام وضفادع 40 جرام، ولازم الضفدع تتحط في قفة كده وفيها خضرة ايه وتبقى متندية بالمية وما تقعدش في القفة اكتر من 3 ايام وتتصدر بالطريقة دي. المهم اتفقوا وياه. تتجاهد شطار، مين فكر انه يعمل يصدر ضفادع واحنا عندنا الضفادع ما شاء الله يعني؟ كويس. طيب صدر مرة في 2 في 3 بقى رجل أعمال كبير. فكر، اوعى تقعد كسلان. الله لم يعطينا روح الفشل،